اوفا شوير، بص يعني ما شاء الله اداء ثابت، الانفرادات بتطلع معاها يعني عليها كويس، عم على الكرات اللي بتجيلك كويس، برضو التمرين مع فريق اول بيفرق. طبعا لما انت بتتمرن مع حراس كبار كابتن محمد الشناوي وكابتن شريف اكرامي وكابتن علي لطفي، انت بتاخد خبره منهم، ومعانا مدرب حراس طبعا على اعلى مستوى، احنا بنشتغل كل شغل ممكن تخيله اللي علاقه بالماتش، والحمد لله النتيجه بتبان، في سواء في الدرجه الاولى ما كابتن الشناوي بيلعب، كابتن شريف، كابتن علي، الحمد لله الاداء بيبان يعني، والحمد لله نتيجه الشغل والتعب الحمد لله. مساك الاعلى شناوي ولا شريف ولا علي؟ ثلاثه. عامل زي ابوك برضه. مش النهارده مباراه صعبه جدا وتصعبت، ما اعرفش ليه، وفي تنشانه ما اعرفش ليه، هي ولا دي مباراه القمه ولا ده العادي؟ طبيعي زي مباراه الاهلي والزمالك بتاعت الدرجه الاولى، انت هنا فريق الشباب، انت ما بتقلش حاجه، احنا هنا امتداد للفريق الاول، فان انت الماتش تيجي تلعبه لازم يبقى في ضغط زي ما انت شايف. نشكر طبعا قناه النادي الاهلي ان هم تعبوا نفسهم وجم ينقلوا الماتش مباشر عشان الناس تشوفنا والناس تتفرج علينا، فدي حاجه طبعا تحسب لهم، انا بشكر كل الناس اللي جت وكل الناس اللي تعبت في ده، وطبيعي يبقى في تنشانه، نادي الزمالك نادي كبير طبعا وليه احترامه، بس انت في الاول وفي الاخر انت النادي الاهلي، زي ما كسبتهم على ارضهم لازم ترجع تكسب على ارضك، وان شاء الله السنه الجايه نكسبهم تاني وناخد الدوري ان شاء الله. يا قلبك يا مصطفى. لا انا عاوز حاجه طبعا، يعني عاوز اوصل كلمه لسعد سمير من قناه النادي الاهلي، الف سلام عليه وربنا يشفيه يا رب ويرجع احسن من الاول، هو لاعب راجل يعني وشال النادي الاهلي كتير، وان شاء الله يرجع احسن من الاول باذن الله، وربنا يقوم بالسلامه يا رب. برافو منعم، وباذن الله سعد يسمعك، وسعد انت عارف ابو دمه خفيف والرجوله، سعد رجوله، سعد رجوله والله، واي حد بيطلع مننا بيحتضنه وبيتكلم معاه، فربنا يشفيه ويرجع. نفس مركزك بيتكلم معاك؟ طبعا. لا 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 سعد راجل رجوله والله. لغايه معلش يا انا اسف لمقاطعتك، لغايه قبل الماتش يعني قبل الماتش يبدا انا رحت لهم على الماتش امبارح، فلغايه قبل الماتش احنا واحنا قاعدين بنتكلم، هم اللعيبه كلها عارفه ان في ماتش الزمالك، وكلهم قالوا لي هنقعد ونتفرج عليك ونشجعك، وحاولوا يجي بس اعتقد ميعاد التمرين ما نفعش، فكابتن سعد كان بيقول لي انا هاجي لكم الماتش هتفرج عليكم، وقعد يديني نصايح تتعاملوا مع الماتش ازاي، حتى لما الماتش يكون على ارضك، انا لعبت زمان كتير ولعبت ماتشات اهلي وزمالك كتير، كان بينقل لنا الخبره، راجل ما بيبخلش بحاجه، هو انا مش عايز اقول سوء حظ، لا هو ابتلاء وهو قد، واحنا كلنا واثقين ان كابتن سعد هيرجع احسن من الاول، زي ما رجع من الاصابه اللي قبلها يرجع من دي كمان ان شاء الله. خلينا معاه باذن الله ان شاء الله، ربنا يشفيه. مصطفى صاحب الهدف الاول، بنقول لك مليون مبروك، يمكن يعني فتحت الجيم للنادي الاهلي وسهلت جيم على النادي الاهلي باحراز هدف مبكر في دقيقه 15. والله اول حاجه الحمد لله بشكر اللعيبه الرجاله دي، كانت على قلب واحد، الحمد لله على المكسب والحمد لله على الهدف، احنا كلنا على قلب واحد والحمد لله لعيبه رجاله، يعني الحمد لله احنا بنتعب والحمد لله ربنا بيكرمنا، يعني ربنا ما بيضيعش تعبنا كده وخلاص، لا الحمد لله احنا ربنا كرمنا وبان في الملعب، يعني ظهر في الملعب. مين توقع لك تحرز هدف النهارده؟ والله فاروق، والله فاروق والله، وبعد كده والدتي الحمد لله بحب اوجه لها رساله، هي كلمتني قبل الماتش وقالت لي ان شاء الله هجيب جون وان شاء الله كده ربنا يكرمك، والحمد لله ربنا كرمنا، وانا بشكر والدي ووالدتي واخواتي والحمد لله على المكسب. مليون مبروك، ربنا يبارك فيك. محمد شكري، يمكن نقول لك الف مليون مبروك، النهارده اداء ولا اروع ولا اجمل، وعملت 90 دقيقة، النادي الأهلي غير، النادي الأهلي يكسب أي حد، وما شاء الله واخدين واخدين كسبتوا الزمالك رايح جاي متعوبة ونهوي. طبعا الحمد لله على الأداء وعلى النتيجة، احنا من أول الموسم واحنا ماشيين بخطوات ثابتة يعني الحمد لله، وقدرنا ننفذ كلام الكابتن عمرو، وكل اللعيبة كانت على قلب رجل واحد يعني، والحمد لله أدينا كويس، وقدرنا إن احنا نكسب الزمالك 3 هناك و2 هنا عشان نأكد إن احنا كنا أحسن، عشان ما حدش يشك فينا، واحنا السنة دي إن شاء الله يعني ناويين على الدوري إن شاء الله هناخده بإذن الله. مليون مبروك. الله يبارك فيك. عادل سنهم كابتن النادي الأهلي، بنقول لك مليون مبروك، ثلاث نقاط غاليين بترفعوا رصيدكم 47 نقطة، الفوز غير على فريق الزمالك. حافز وبيدي قوه للاعيبه النادي الاهلي والجماهير النادي الاهلي والثقه الجماهير في لاعبي النادي الاهلي. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، الله يبارك فيك. في الاول قبل ما نبدا في اي كلام، احب اشكر كابتن اسامه حسني طبعا اللي هو بيسلط الضوء علينا، بيخلي الجماهير تتابعنا، ده طبعا يعني ما فيش حد بيفكر في كده في مصر، اول واحد يعملها واول قناه الاهلي اول قناه، فبنشكرهم طبعا على مجهودهم معانا. كابتن اسامه بيقول لك الله ينور ومنك كويس معانا السنه دي، والله ينور عليك قائد يعني. الحمد لله كابتن، ربنا يخليك كابتن اسامه، دي شهاده طبعا اعتز بيها، حبيبي كابتن اسامه ربنا يبارك لك. تاني حاجه طبعا الزمالك نادي كبير بندي له احترامه، طبعا بنحترمه، طالما لو ما احترمناهوش مش هنكسب رايح جاي. كابتن عمرو طبعا قبل الماتش اتكلم معانا قال لنا ماتش الزمالك هو طبعا اللي بيفرق فيه حته الجماهيريه، يعني هو ماتش بثلاثة بونت، مش هيدينا 6 ولا 7، بس هو حته جماهيريه مصر كلها متابعه الماتش ده، فالحمد لله ربنا كرمنا، كلنا كنا على قلب راجل واحد، ربنا كرمنا بالمكسب يعني الحمد لله، الفوز حلو يعني. مليون مبروك يعني. الله يبارك فيك.